مرحبا طائر القراد الكبير من الطيور المميزة بشكله، وبيعيش بالغابات المطرية الواقع بين المكسيك والإكوادور، وينصح بعدم الاقتراب منه لأنه عدواني وبيهاجم أي حدا بيحاول يقترب من المكان يلي بيعتبره أرضه يلي بيعيش فيها، وبيشتهر بأنه يدعي بالإصابة لحتى يشتت انتباه المفترسين عن صغاره. بنتقل لحالة الطقس، عم تبقى درجات الحرارة على معدلاتها بحوالي 3-5 درجات مئوية، والجو حار نسبيا بين الصحوة والغائم جزئيا وسدي مغبر بالمناطق الشرقية والجزيرة وأيضا البادية. أما عن الرياح فهي غربية لجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر، عم تتجاوز سرعة الهبات 55 كيلومتر بالساعة وعم تثير الغبار بأغلب المناطق الداخلية. بالنسبة للرطوبة عم تتراوح بين 65 و85%، أما البحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 28 درجة. من تلك الطقس العاصمة دمشق يلي عم تكون الأجواء فيها مشمسة وعم تسجل فيها العليا 40 درجة. رح نكفي على المحافظات السورية ورح نبدأ مثل العادة أولى جولاتنا من المنطقة الجنوبية. بالنسبة للسويدة ودرعا الأجواء مشمسة، عم تسجل بسويدة 35 درجة بدرعا 39 درجة، أما بالقنيطرة عم تسجل 34 درجة والطقس غائم جزئيا. بالنسبة للمنطقة الوسطى لحمص وحما فالأجواء بين الصحو والغائم جزئيا وعم تسجل بحمص 37 درجة، أما بحما عم تراوح بين 24 و41 درجة. رح نكفي على المنطقة الساحلية عطرطوس اللاذقية ولواء اسكندرون فالاجواء بين الصحو والغائم جزئيا وعم تسجل بطرطوس 30 درجة والعليا كمان باللاذقية 30 درجة، اما بلواء اسكندرون الاجواء متوقع فيها تساقط امطار وعم تسجل فيها العليا 34 درجة. رح نكفي على المنطقة الشمالية ادلب وحلب فالاجواء بين الصحو والغائم جزئيا وبادلب عم تسجل 38 درجة، اما بحلب عم تروح بين 26 و41 درجة. ختاما بالمنطقة الشرقية فالاجواء مشمسة بالرقة عم تسجل 42 درجة، اما بالحسكة ودير الزور غائم جزئيا وعم تسجل 44 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة وبخير.